يقول: هل يجوز لي إذا كنت أعمل في الفنادق المجاورة للمسجد الحرام أن أصلي مع الإمام وأنا في الفندق؟ لا، صلي مع الجماعة في الصفوف، ما هو في الفندق. وإذا كان عملك ما يسمح أنك تخرج من الفندق، فأنت تصلي وحدك في الفندق أو مع من هم مثلك من عمال الفندق، تصلون جماعة. نعم.